إن العراق وكما هو معلوم لديكم بلد يمتلك مقومات النهضة الاقتصادية الشاملة مدعمة بموارد طبيعية هائلة مثل النفط والفوسفات وسيليكات الحديد والكبريت وخامات الزجاج وقائمة طويلة من المعادن والخامات الأخرى، فضلاً عن الأراضي الزراعية والموارد البشرية والطاقات. ويسعى بلدي في كل تشريعاته وأنظمته القانونية لإشراك دول جوار العراق ودول العالم الأخرى في استثمار هذه الموارد بما يخدم مصالح وتطلعات شعبنا في التطور والتقدم في شتى مناحي الحياة والاستفادة من خبرات العالم نحو بناء جديد يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات. أيها السيدات والسادة، لقد عانى العراق طويلاً من آثار الحروب ومخلفاته وما تركته من أثر سلبي على البيئة، حيث لعبت المخلفات الحربية ومكوناتها دوراً أساسياً في تلويف مصادر المياه والأراضي الزراعية والثروة السمكية، وساهمت في توطين أمراض خطيرة يعاني منها شعبي كثيراً. ونحن من هذا المنبر الكريم نخاطبكم بضرورة المساعدة للعراق للتخلص من آثار التلوث البيئي الذي وصلت إلى مستويات خطيرة تتطلب دعمكم على صعيد الحكومات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص. كما لا يفوتني أن أتطرق إلى أن التنمية المستدامة في مصادر الطاقة المتجددة تدخل في صلب اهتماماتنا التشريعية والتنفيذية، لأننا نؤمن أن كوكبنا بدأ يدق أجراس الخطر علينا جميعاً ويدعونا لسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة التلوث التي بدأت بالتسبب بظاهرة الاحتباس الحراري وما تحمله من متغيرات خطيرة على كافة الأصعدة.